يعني انا جاي لك وعامل حسابي ان انا مش هتفرج على اداء كويس، جاي لك وعامل حسابي ان انا لازم اطلع باي مكسب بعيد عن اي اداء، جاي لك وانا عندي يقين ان طاهر محمد طاهر هيقدم ماتش سيء، بس انا جاي وكان عندي امل وطموح ان انا اطلع كسبان، مش جاي وانا بتفرج على نفس السيناريو المحلي في الدوري المصري انك بتكسب ترجع تلبس جون تحاول ترجع الماتش يخلص. معاك انك ليك ضربه جزاء لاكرم توفيق، انا متفق جدا معاك، بس احنا عملنا ايه في المرحله اللي ما قبل ضربه جزاء اكرم توفيق والمرحله اللي احنا تعادلنا فيها وبدات شوط تاني؟ عملنا ايه؟ ما عملناش اي حاجه. طيب مش قالوا لك انك ما تلعبش مع عمرو السوليه علشان خاطر عمرو السوليه مجهد وعنده اجهاد ومفترض انك تدي فرصه لمحمد محمود؟ انا عارف انك هتطلع تقول ان محمد محمود ما ينفعش يلعب في نفس الارضيه دي لان الارضيه دي سيئه والارضيه دي ما تساعدناش ان احنا نلعب كوره. بص، وانا لو جبت لك الكامب نو وقلت لك موسيماني يلعب عليه كل ماتش هتقول الارضيه بتاع الملعب فيها مشكله ومش هنعرف ان احنا ننقل الكره لمؤاخذه، احنا عايزين نرجع تاني ملعب التتش. موضوع الاداء وانك الارضيه اثرت على الاداء، مش هنشتغل بعض، الفرقه ما عندهاش اي جمل تكتيكيه ولا اي حاجه فنيه موسيماني محفظها له، احنا ما فيش، احنا بنلعب كوره طوليه بس. حتى ضربه الجزاء اللي احنا خدناها برده كوره طوليه لمحمد شريف الحارس طلع عليه التهور سجلنا من علي معلول. مش منتظر انا حاجه من طاهر محمد طاهر، ولا منتظر اي حاجه خالص من الاربعه ثلاثه ثلاثه اللي انت بادي فيها قافل نص الملعب. انت قافل نص الملعب قدام فرقه زي دي في دور 32، وطالع امبارح تتكلم ان انت بتسعى على اللقب الثالث. انت عاقل ولا انت بتشتغلنا ولا في ايه؟ عندنا لعيبه ناقصه كتير، بس برضه مش ده الفريق اللي راح اتعادل معاه. مش ده خالص، مفترض ان انا فريق بطل افريقيا، يعني مفترض البدلاء بتوعي على قدر كافي من الثقه اللي تخليهم يلعبوا ماتش زي ده ويكسبوه. وبعدين اتعلموا ياسر ابراهيم امتى؟ ان هو دايما بيكون مغطي الاوفسايد في الكوره اللي بتيجي جوان اللي بيرفع هو ايده عليها. هتعلموه امتى ان هو اللي بيبقى واقف غلط؟ هتعلموه امتى طيب؟ ان هو يمسك الراجل بتاعه وملوش اي علاقه بمسار الكوره. يعني انت امسك الراجل بتاعك والكره تروح لعلو لطفي، تروح لاي حد، مش مهم، المهم ان انت تبقى ماسك الراجل اللي مفترض ان انت بتلعب عليه، انت ماسك واحد في كره ثابته، امسك الراجل بتاعك والتزم بيه، وسيب الكره تروح زي ما هي، خليك انت مع الراجل بتاعك لان الراجل بتاعك ده الكره راحت في المكان اللي هو فيه هيسجل، الكره راحت في المكان اللي مفترض ياسر ابراهيم ماسك فيه الراجل اللي سجل هدف. وياسر ابراهيم مقتنع ان الكره اوف سايد، وعلي معلول مقتنع ان الكره اوف سايد، وطول الارض مقتنع ان الكره اوف سايد، وقبلها ببص على التغيير اللي موسيماني كان محضرها بدر بنون. بدر بنون منزل بدر بنون عشان خاطر حافظ على الهدف. هتتكلم في ايه؟ هتتكلم في ايه؟ ان الارضيه كانت وحشه وما ساعدناش ان احنا نعمل اداء كويس؟ ما بنعملش اداء كويس. النتيجه كويسه وايجابيه؟ النتيجه كويسه وايجابيه، بس مش دي بدايه الاهلي. يا جماعه استمرار موسيماني احنا بنهرج وبنضحك على بعض، الموضوع صعب جدا والموضوع مؤذي جدا بصريا لاي حد جاي يتفرج على كوره الاهلي هيقدمها، والموضوع صعب جدا انك تنزل طاهر محمد طاهر كل ماتش تنزل منه اي حاجه. الموضوع صعب، استمر بكهربا وكمل بيه ونزل وليد سليمان وطلع طاهر محمد طاهر قبلها، انما طاهر مستمر ليه؟ ما تفهمونا طيب. اكرم توفيق يمكن لما نزل بدا يدي دور هجومي في نص الملعب، لان اكرم توفيق لعيب هو بيعمل اللي على مزاجه حرفيا، ما بيسمعلكش انت كمدير فني وتعليماتك ومش تعليماتك. بطلوا تضحكوا على الناس تقولوا لنا ان هو كان منزل اكرم توفيق تغيير تنشيطي، بطلوا اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه عشان خاطر الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بيتعب الواحد، علشان خاطر احنا عارفين ان المدرب ما عندوش اي حاجه، المدرب ما عندوش اي حاجه خالص، الراجل جاب لك اثنين افريقيا ما هو متوقعش ان هو يجيبهم وكان شرط عليك ان هو مش هياخد البطوله وربنا كرمه وخد البطوله، خدها في اول مره وثاني مره. هيعملوا اللي انتوا عايزينه، بس يا رب السوشيال ميديا تاخد قرار قوي ان هي كارهه وجود موسيماني، وبناء عليه مجلس اداره الاهلي هياخد القرار اللي خايف ياخده علشان خاطر غضب السوشيال ميديا وهو عدم التجديد لموسيماني. حاجه اتمناها واتمنى ان هي تحصل، واتمنى انك ما تجيش تقول لي ان ضربه الجزاء لو جت واكرم سجلنا الهدف الثاني كان الكلام هيتغير، لا الكلام ما بيتغيرش على موسيماني، الكلام على موسيماني من نص السنه اللي فاتت من ساعه ماتش غزل المحله وانا قلت الراجل ده يجب رحيله، مش جاي اتكلم دلوقتي. بس محدش بيسمع، وهنفضل دايما لحد ما نكتشف ان الفرقه الهويه اتدمرت والفرقه ما بقاش عندها اي هويه لا في دوري ولا في افريقيا، والمقابل ايه؟ يا حقده يا فاشله، يعني نرجع ناخد الدوري تاني ونخسر افريقيا؟ احنا قبل موسيماني كنا بنعيط قوي في افريقيا، ما احنا كنا واصلين نهائيات يا باشا مع حسام البدري يا باشا. بس عادي، انتوا عايزين تقرروا تكملوا نهي كملوه، عشان خاطر واحد خلاص يعني دمه اتحرق وبطنه وجعته من القرف اللي اتفرج عليه. يعني انا جاي من ماتش ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وجاي كده عندي ابتسامه ان انا عايز اكمل ماتش اتفرج عليه، تفرجونا على القرف اللي حصل ده ليه؟